كابتن محمد، حضرتك كنت جناح مهاجم بالمعنى الحالي للكرة الحديثة، مين من النهاردة من اللعيبة في النادي الأهلي خلينا نقول اللي في مركز حضرتك ولافتين للنظر؟ هو المكان ده فيه، انا كنت بلعب، ما كنتش بلعب جناح، انا كنت وسط بلعب هاف ليفت. انا يعني انا كنت جاي من كفر الشيخ راس حربة. يعني حضرتك لعبت راس حربة في كنت كفر الشيخ راس حربة، ما كنتش اعرف العب غير راس حربة فعلا. وجابوني النادي الاهلي ونزلت الملعب وهيديكوتي شافني وكل حاجه وجربني في ماتشات تجريبيه كتيره جدا. كبوزيشن راس حربة مركزك هو اللي غير مركز حضرتك؟ هو اللي غير المركز، قال لي انت هتلعب هاف ليفت. انا جاي من كفر الشيخ وانا عايز العب في فرقه كبيره وعاوز العب. قلت له ماشي، لو عاوز العب خشبه في الملعب العب. صحيح طبعا، النادي الاهلي أيوة عايز تلعب، عايز تلعب وفرصه جايه لك. صح، عشان كده انا بقول لاي حد بيجي النادي الاهلي جديد، ده انت اللي ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش كوره، انت فرصه حط رجلك ما تطلعهاش غير بتضلين لغايه لما تبطل كوره. عارف لما تروح مكان فيه فلوس وبيديك فلوس بتاع، ما تسيبوش الا لما خلص على الفلوس. لا، خلص يعني حياتك في النادي الاهلي. فقلت له ماشي. وبدات ان انا اشتغل في المكان. واول ماتش في حياتي لعبته كان وينج رايت. يعني شوف بقى، الدنيا بقى ايه. كنا في ماتش جود بالبيس ومصطفى عبده جه الصبح قال له انا عندي شد. قال له يعني انت نمت قمت عندك شد؟ ممكن صحيح. طبعا ممكن الواحد تعبان يبقى هو نايم رجله مزبوط. تبقى في وضع مش مظبوط او حاسس بحاجه في رجله. هيديكوتي قال لي حط الشنطه بتاعتك في اوضه اللبس، تعالى. كنا رايحين المطعم بقى، خدني لغايه يوم المطعم، يوم المباراه نفسه، يوم المباراه الصبح. احنا بنروح، كانت مبارياتنا الساعه 3 في استاد القاهره، كنا بنروح الساعه 11 نتغدى. مفيش بقى معسكرات قبليها؟ لا لا، ما كانش فيه. ما انا هقول لحضرتك برضو الايه، المعسكرات دي كانت بتتعمل ازاي. احنا كنا بنعملها لوحدينا، انتوا اللعيبه. احنا مجموعه كمان، من مش كل اللعيبه. احنا كنا مجموعه، انا والخطيب واكرامي ومختار، وكان حمدي جمعه معانا، وكان جمال عبد الحميد قبل ما يروح الزمالك، وماهر همام. كنا بنعمل معسكر لو في ماتش زمالك. تعملوا تباتوا بقى عند حد معين يا كابتن؟ يعني يا في شقه الخطيب، يا عندي في الشقه بتاعتي. لان انا كنت ما اتجوزتش وقاعد في شقه مفروشه وكلام من ده. فكنا نقعد الاسبوع كله في الشقه، نطلع من التمرين نجيب اكلنا اللي يكفينا لتاني يوم، وناكل ونشرب وقاعدين نتفرج على التلفزيون، نلعب كوتشينه، اللي لعب حلو، وعاملين معسكر مع نفسينا لان في ماتش مهم بعد اسبوع مع الزمالك. انتوا اللي بتقودوا باقي الفريق. طب فكنا عايشين حياه احترافيه في عهد هواه زي ما بيقولوا كده. فطبعا كان اول ماتش ليا مع فهيديكوتي، خدني من اوضه اللبس لغايه المطعم، قال لي انت هتلعب النهارده وينج رايت. انا هو قال لي وينج رايت، انا بصيت له كده، ف وهتعمل كذا وتعمل كذا، وفهمني بقى شويه حاجات اعملها. انا ما عنديش مشكله يعني. ورحت لعبت وينج رايت كما الكتاب بيقول. مثال، جبت جول والخطيب جاب جولين في الماتش، كسبنا 3. بره بقى كان مين قاعد بره؟ كان قاعد صفوت بره، قاعد احتياطي، كان طاهر الشيخ، وكان تقريبا شطه. فطاهر الشيخ ومصطفى عبده بقى جه قاعد بلبسه قاعد بره. فمسكوا بقى طاهر، قال له بقى جالك اللي هيقعدك في بيتكم على حضرتك. لا، هو انت يعني زي ما قالت سام برضو، وينج يمين مهاجم، يعني هو طبعا من المباراه ديت انا عملت الوينج رايت كما الكتاب بيقول. كابتن مصطفى تلاقيه زعل منك بقى. لا، ده هقول لك، ده انا هقول لك دي اثرت مع مصطفى في قد ايه فعلا. مصطفى جات له غيره ايجابيه طبعا. عارف في السنه دي خد احسن لعيب في مصر كابتن مصطفى. ايوه، استفاد بسبب الماتش دوت.
شوف قال لك واحنا كنا ساعتها ايه اللي بيخش اللي بيخش ال 16 كان ايامها 16 من 18 اللي بيخش ال 16 بيبقى لو دخل بقى احتياطي مستني 5 دقايق بس ينزل، لو نزل ما حدش يطلعه الا باصابه بقى بانذار بوقف كده بيموت نفسه في الملعب عشان خلاص بدات العب. فاللي بره ال 16 بيعاني، ما هو مش عارف يخش، الموضوع صعب، الموضوع صعب لان ال 16 لعيب جامدين جدا واللي بره ال 16 جامدين جدا. فالماتش دوت خلى مصطفى عبده ياكل في نفسه وكان احسن لعيب في السنه دي والله العظيم.